سلام، كي دايرين؟ بخير، صحه لاباس، كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله. وبغيت نقول لكم توحشتكم بزاف، وكنتمنى انكم تكونوا بخير ومزيان الحمد لله. اش غنقول لكم؟ هاد الايام راني غبرت، مابقيتش نحط بزاف الفيديوهات، ولكن ماشي لخاطري، غير ظروف عائليه من ضمنهم كانت الام ديالي عيانه شويه، ولكن الحمد لله دابا. لكن انا راه باقا متبعه الصيام المتقطع، ما كاينش متبعاه، وراني غادا بشويه بشويه. ما نقول لكمش راني ما كاينش شي نهار اللي ما غاديش ناكل شي فيه شي شهيوه، مع مولاي الدار شي حاجه تشهيتها ناخذها مع الدراري. يعني ضروري الا خرجنا هكا مره ضروري غادي نغفلوا واحد الغفيله بحال هكا، ولاني ماشي ديما بحال دابا مره في السيمانه ولا هذا، ونعرفوا شنو ناخذوا، الكونتيتي اللي ناخذوها ما نعرقوهاش، الا عرقناها مشينا فيها. وما تنساوش تشربوا الماء بزاف، الحاجه اللي كنوصي بها بزاف وهو الماء بزاف خاصنا نشربوه، يعني نشربوا يترونس حتى لجوج يترو، هذه مهمه في النهار، وإلا زدنا راه مزيان. انا عندي جوج يطرات الماء في النهار، وإلا ما شربتش يترونس ضروري، هذه ما نحيدهاش. ولا مارش، لا مارش راني ما كنحبسهاش، ماشي كنقول لكم جريو، غير لا مارش خاصنا نتمشاو شحال ما تمشينا شحال ما مزيان. وبطبيعه الحال السبور ما نساوش، حتى هو راه ضروري منه، ولكن اللي مهم واللي خاصنا يوميا نتمشاو، وخا غير الساعه نديرو. بالنسبه للماكله والشهيوات، راه حنا كنديرو الشهيوات، كنديرو الماكله اللي كتعجبنا، وكناخذو الديسير اللي بغينا، كناخذو غير حنا كنحاولو ناخذوها بطريقه صحيه، ناكلو بطريقه صحيه، لا الديسير ولا الماكله والشهيوات وداكشي، نحاولو ناخذوهم بطريقه صحيه. ورا الماكله ولات تبارك الله كنديروها صحيه، وفي نفس الوقت تجي بنينه وما تشبعوش منها ولذيذه، راكم عارفين. مهم هو اننا نحافظوا على الماكله اللي كناخذوا، نعرفوا شنو، نحافظوا على الصحه ديالنا، ونعرفوا واش كناخذوا، ونحاولوا ديك الماكله اللي غادي ناخذوا نستافدوا منها. بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي عندهم مرض السكر، يعني نردوا بالنا اش ناكلوا، وزعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني راكم عارفين، يعني ناكلوا الماكله اللي تشهينا وهذا، وبدون حرمان، ولكن تكون صحيه. هادشي اللي كاين، ويلا معايا نشارك معكم اليوم واحد الصوبه ديال الخضيره والعدس، خطير تيجي بنين. وفايت لي شاركت معكم نيت صوبه بالعدس، كتجي خطيره حتى هي، لذيذه، فايت شاركتها معكم. واليوم غتشوفوا معايا الطريقه هذه سهله وبخضيره، وما كاينش اللي ما كيديرهاش، كتجي بنينه وما تشبعوش منها. اصلا العدس الاحمر كيجي بنين بلا ما نديروا فيه حتى حاجه الصراحه. وقبل ما نوجد الصوبه والو، قلت غادي ندير لانام ديال الجبن، صراحه كنتفكر بهم ديما رمضان، وديما كنديرهم انا، هادو ما كيخطاونيش في الدار، ضروري كنديرهم، كيبغيهم حتى الدراري. تندير هنا واحد جوج طويصات ديال الجبن جبلي، والنوع اللي بغيتو ديال الجبن بطبيعه الحال ديروه اللي عجبكم. كنزيد عليه موتزاريلا والزعتر، كنخلط كلشي مزيان، تنكون موجده الورقه ديال البسطيله، تنكون موجده، وممكن نديرو حتى في الورقه ديال الكلاش، حتى هي كتجي زوينه ومقرمشه، هي اللي اكثريه كنديرها في الصراحه في رمضان. دابا واحد السيتي صايب حدانا الورقه كيديرها زوينه بصراحه، دومونديت من عندو الورقه القياس الصغير ماشي الكبيره، الورقه الصغيره. صافي جبت هذيك الساعه، خاصنا كي غنكونو نعمرو نجيبوها، ما نخليوهاش تبقى لانها كتنشف. هيا كيتها كامله وغطيتها ببلاستيك، كنبدا ناخذ الورقه وكنعمرها بالجبن والموتزاريلا والزعتر اللي خلطت، وكنحاولوا ما نعمروهمش بزاف باش ما يطبقوش لينا ملي نجيو نطيبوهم، لان راكم عارفين الجبن والفرماج والموتزاريلا كي يعني كيسيحوا، ما يمكنش نعمروهم بزاف باش ما يطبقوش لينا، غير نحاولوا نجمعوهم مزيان. تنكمل الصبيعات ديالنا اولا الانام، كنخلي شويه من العماره باش كنزيد عليها واحد شويه ديال الحار، لان مالي الدار كاين اللي كيحماق على الحار وانا منهم، ولكن الاكثريه صايبتهم بلا حار، غير باش لا تشهاو هكا شويه حارين وهذا يكونوا. صافي كنزيد السودانيه غير شويه ماشي بزاف، كتجي غير ديك البنه ديال الحار شويه. صافي كنخلط مزيان وكنكمل الانام حتى كنكملهم كاملين.
حنا عندنا حتى الدراري كياكلوا الحار تبارك الله، ماشي كلهم ولكن المهم حتى كاين اللي كياكل فيهم الحار والفوه معانا. غير هو الانسان ما يكثرش منه، هو الحار تيجي بنين يعني كيبنن الماكله صراحه، كيزيد يبننها. واخا تكون الماكله بنينه الحار كيزيد يبنن الماكله، ما كاينش. وعندكم ردوا البال الحار راه كيغلط. صافي كنكملهم كاملين وكنمشي نديرهم في الفريغو بعدا ضروري عاد نصايبهم في البواطه. وكنمشي ناخذ الخضيره عندي هنايا قرعه خضراء مقطعه طريفات، الخيزو البورو البصله مقطعه طريفات حتى هي خديت وحيده، جوج قريعات جوج خيزوات وطريفات البورو كما قلت لكم، وثلاثه الرويصات ديال الثومه. تنزيد الزيت البلديه ما كنديرش بزاف، ثلاثه قياس معلقه كبيره ولا معلقه كبيره ونص ديال الزيت البلديه. بالنسبه للعطريه كندير سكنجبير ضامت كنوط الغني كتبقى اختياريه بطبيعه الحال. وكنزيد العدس الاحمر، راكم عارفين العدس مهم بزاف وبخصوص الناس اللي عندهم فقر الدم اللي كيعانيو من فقر الدم، راه يعني هذا راه ما خاصهمش يحيدوه من الدار وخاصهم ديما ياكلوه لانه مفيد بزاف لينا. وبصراحه ماشي غير هذا العدس الاحمر، حتى العدس الاخر حتى هو مفيد بزاف بزاف بزاف. صافي كنشحر غير شويه فوق البوطه وكنزيد الماء وكنزيد شويه الخرقوم كيبقى اختياري، ولاني راه صحي حتى هو لا هو لا سكنجبير، راه ممكن صبه نديرو فيها غير ملحه والبزار شويه الملح وشويه البزار اولا غير مليحه. غير الخضره راها مفيده بزاف، ولاني هاد العطريه اللي درت ديال سكنجبير والخرقوم راهم مهمين حتى هما وصحيين. صافي ملي كطيب لينا الخضيره وزدت الربيطه ديال الربيع عريشات ديال الربيع من الفوق باش ما ننساش، وخليتها كطيب حتى وجدت لينا الخضيره والعدس وكنطحنها بحال هكا كنطحنها مزيان حتى كجوج لينا الصوبه ديالنا. راه كتجي بنينه الصوبه ولذيذه بالخصوص في ايام البرد، راه مازال ما بردش الحال بزاف باقي الحال دافي. ها الصوبه ديالنا وجدات حتى راه كتجي بنينه الصراحه، راه بلا ما نديرو فيها لا كنور ولا حتى حاجه، راه العدس تيجي بنين كنديرو غير مليحه وبزيره راه كيجي لذيذ بهم. انا زدت العطريه لحقاش بالنسبه للسكنجبير والخرقوم كنأكد عليهم راهم مهمين. وهنايا وريتكم الانام ديالنا جبدتهم بطبيعه الحال بالفريكو من الفريكو ودرتهم في اير فراير، ممكن نقليوهم ممكن انا راه غير وحيدات مقسومين قسمتهم على جوج باش عرفت اللي حار واللي ما حارش، قفرتها اش ديت ودرتهم في الفريكو وتخلطوا ليا داكشي باش قسمتهم على جوج. اما هما راهم جاو خطيرين في البنه ومقرمشين، وشوفوا ليا الصوبه كيفاش جات، درت فيها واحد شويه ديال الزعتر من الفوق وتقدروا تزيدوا حتى واحد خويه ديال الزبيده البلديه الا بغيتوا. وبالنسبه للانام اللي ما حارينش درت فوقهم واحد خويه ديال العسل كيجي حتى هو لذيذ معاهم كيلددهم تيجيو مقرمشين راهو بنان ما تشبعوش منهم. بغيت نشارك معكم اليوم الفلون ديال الكاكي بطريقه صحيه وكيجي لذيذ ما تشبعوش منه، وخا بزاف الناس اللي ما عندهمش مع الكاكي وانا منهم، انا ما عنديش معاه بزاف صراحه يعني قليل فين ناخذ شي وحيده وهذا، والا كان حلو فما كناكلوش بزاف، ولكن ملي صايبته فلون رجا خطير عجبني بزاف الصراحه. عندي جوج حبات ديال الكاكي هنايا غسلته مزيان، وضروري ما نغسلو الدسير كامل ماشي غير الكاكي خاصنا نغسلوه مزيان. صافي كننقيه كنحيدلو ديك القشيره كامله باش عاد تنديرو في مولينكس. وبالنسبه للفوائد ديال الكاكي راها كثيره، وبالخصوص الناس اللي عندهم امراض القلب، الناس اللي ديابيتيك، الناس اللي عندهم المناعه قليله واللي عنده مشكل في الهضم، يعني عنده بزاف الفوائد. واخا نعيا ما نقول لكم راه عنده فوائد كثيره ومهمه بزاف لينا، يعني صحي 100%. وانا براسي ما كنتش ناكل الكاكي بزاف، يعني كناكل مره في الشحال كناخذ وحيده ولا هذا صافي بركه ما عنديش معاه الصراحه بزاف. تجربت هذه الطريقه ديال الفلون جا خطير جا لذيذ بزاف ما تشبعوش منه، غير جربوها وردوا عليا. وما تنساوش التعليقات ديالكم اللي ديما كنكون في انتظارها، ولا كانوا شي قليبات ما تنساونيش فيهم. صافي قطعتو طريفات، واخا يكونوا طروف كبار معليش، كما قلت لكم من الاحسن يكون طايب
حيت كلشي غنديرو في مولينكس عاد تطحن طبيعي الحال. صافي كناخذ مولينكس هنايا كندير طريفات ديال الكاكي، كندير كاكاو مور قيمت معلقه كبيره او حتى جوج معالق كبار، انا درت معلقه كبيره ديال الكاكاو وزدت شويه من دبس التمر، وممكن نديرو بلاصتو العسل كيبقى اختياري، وممكن ما نديروش كاع في مره، راه الكاكي تاهو تيكون حلو بالخصوص داكشي اللي شفت لكم خاصو يكون طايب. شوفوا كيفاش تيجي خاتر ثقيل، ممكن نزيدو معاه الحليب، ممكن يعني راه كاين اختيارات بزاف باش تصايبوا هذا الفلون، هذا كيجي فلون فلون ما كاينش سبحان الله العظيم. صافي كنخليه في الثلاجه قيمت جوج سوايع، ويلا خليناه بات ليله راه مزيان، ولكن سبحان الله راه جوج سوايع ما جات فين تكملت ولا فلون فلون. انا زدت من الفوق شويه الكركاع، ممكن ديروا البيستاش، ممكن ديروا اللوز، ديروا يعني اللي بغيتو نتوما، انا كيعجبني الكركاع في الصراحه. شوفوا ليا كيفاش جا خاتر وكيجي لذيذ.